السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقترح عليكم اليوم الامتحان الوطني المحاضر دورة يونيو 2015، الدورة العادية، مسلك علوم الحياة الأرض بالتمرين التالي الذي يخص المناعة. عرفت المحاولات الأولى لزرع الأعضاء عند الإنسان إخفاقات كبيرة، حيث لوحظ في حالة كثيرة تدمير العضو أو النسيج المزروع. لتحديد بعض مظاهر وأسباب رفض زرع الأعضاء، نقدم المعطيات الآتية. أنجزت دراسة حول نسبة نجاح عملية تطعيم الجلد حسب درجة القرابة بين الشخص المعطي والشخص المتلقي، والتي ترتبط بدرجة تلاؤم جزيئات سي ام هاش، وتقدم الوثيقة رقم 1 نتائج هذه الدراسة. إذا لدينا صلة القرابة، حليلة مركب سي ام هاش، عدد عمليات التطعيم المنجزة، عدد حالات قبول جسم المتلقي للطعم، ثم عدد حالات رفض جسم المتلقي للطعم. إذا في حالة توأمان حقيقيا، حيث يكون هناك تطابق بين الحليلات سي ام هاش، في هذه الحالة عدد حالات قبول جسم المتلقي للطعم كانت 23، وبالتالي بطبيعة الحال في هذه الحالة حالة أو عدد حالات رفض جسم المتلقي للطعم كان 0، وبالتالي كانت عملية الزرع ناجحة 100%. في حالة وجود صلة قرابة بين المعطي والمتلقي، في هذه الحالة يكون هناك تشابه في بعض حليلات سي ام هاش، عدد عمليات المنجزة 612، عدد الحالات القبول 303، وحالات عدد حالات الرفض كان 309، وبالتالي نسبة نجاح إذا صح التعبير عملية الزرع كان حوالي 50%. الحالة الثالثة بدون صلة قرابة، في هذه الحالة يكون هناك اختلاف كبير في حليلات بطبيعة الحال المركب سي ام هاش، عدد عمليات المنجزة 12، عدد حالات القبول 0، وبالتالي عدد حالات الرفض كانت 12، وبالتالي كانت عملية الزرع بطبيعة الحال نجاحها كان 0% منعدم. السؤال: اعتمادا على معطيات الوثيقة رقم 1، قارن نتائج تطعيم الجلد حسب صلة القرابة بين المعطي والمتلقي، ثم استنتج أهمية مركب سي ام هاش في قبول الطعم. للحالة الأولى كما بينت ذلك، حالة توأمين حقيقيين، حيث كان هناك تطابق بين حليلات سي ام هاش، في هذه الحالة كانت عملية الزرع ناجحة 100%. الحالة الثانية وجود صلة قرابة بين المتلقي والمعطي، في هذه الحالة كان هناك تشابه في بعض حليلات سي ام هاش، وبالتالي عملية الزرع كانت ناجحة 50% تقريبا. وأخيرا غياب أي صلة قرابة بين المتلقي والمعطي، كان هناك اختلاف كبير في شكل حليلات سي ام هاش، وبالتالي ربما أشرنا إلى ذلك سابقا، نجاح عملية الزرع كان منعدما 0%. استنتاجنا من ذلك، ربما تبين لنا ذلك، كلما ارتفعت درجة تشابه حليلات سي ام هاش، أي ارتفعت درجة القرابة أو زادت درجة القرابة بين المعطي والمتلقي، في هذه الحالة ترتفع نسبة نجاح عمليات الزرع. أتابع. أنجز العالم بيتر بريان ميدوار تجارب تطعيم الجلد على سلالة أرانب مختلفة وراثيا، لدينا أرانب من سلالة A ولدينا أرانب من سلالة B، ثلاث أرانب B1 B2 وB3، وتقدم الوثيقة إثنان النتائج المحصل عليها. لدينا كما ربما تبين التجربة الأولى تطعيم قطعة جلد أرنب من سلالة A للأرنب B1. في هذه الحالة نسجل على أن الأرنب B1 رفض الطعم بعد 12 يوماً. التجربة الثانية، نأخذ كريات لمفاوية من الأرنب B1 ونأخذ منه كذلك المصل. فيما يخص كريات لمفاوية، نقوم بحقنها للأرنب B2 كما ربما اتضح لكم ذلك، أما المصل فنقوم بحقنه للأرنب B3. فيما يخص الأرنب B2، بالإضافة إلى حقنه باللمفاويات، نقوم بتطعيمه بقطعة جلد أرنب من سلالة A. في هذه الحالة نسجل على أن عملية رفض الطعم تتم بعد 4 أيام، أي بشكل سريع. أما فيما يخص الأرنب بيتروا الذي حقن بالمصل، نقوم كذلك بتطعيمه بقطعة جلد من الأرنب من سلالة A دائما. في هذه الحالة نسجل على أن رفض الطعم يتم بعد 12 يوما. السؤال: باستثمار معطيات الوثيقة 2، قارن بين نتائج التطعيم المحصل عليها عند الأرانب B1 وB2 وB3، ثم بين أن الاستجابة المناعية المتدخلة في رفض الطعم كانت ذات مسلك خلوي. ربما أشرت إلى ذلك، فيما يخص الأرنب B1 زرعت له قطعة جلدية من سلالة A، إذا كانت التجربة عبارة عن تجربة شاهد، في هذه الحالة رفض الطعم تم أو كان بعد 12 يوما. الأرنب B2 الذي زرعت له قطعة جلدية من سلالة A، أي نفس بطبيعة الحال القطعة الجلدية التي زرعت للأرنب B1، في هذه الحالة تلقى الأرنب B2 كريات لمفاوية من الأرنب B1، ربما تذكرون ذلك، رفض الطعم كان بشكل سريع، أي بعد 4 أيام فقط. أما الأرنب B3 زرعت له كذلك قطعة جلدية من سلالة A، فهو في هذه الحالة تلقى مصل المأخوذ من الأرنب B1، في هذه الحالة كان برفض الطعم بعد 12 يوما.
استنتاجنا او نوع بطبيعه الحال في مقصد الاستنتاج نوع الاستجابه المناعيه المتدخله في هذه الحاله. للتوضيح فقط، الكريات الليمفاويه للارنب ادت الى تسريع رفض الطعم من طرف الارنب ب2 على عكس المصل الذي لم يؤثر على سرعه رفض الطعم من طرف الارنب ب3 12 يوم كما تذكرون ذلك. اذا هذا بطبيعه الحال يجعلنا نستنتج ان المناعه المتدخله في رفض الطعم تنتقل عن طريق الكريات الليمفاويه وليس عن طريق المصل، وبالتالي فهي استجابه مناعيه ذات مسلك خلوي. لتفسير آلية هدم النسيج المزروع نقترح النموذج الممثل في الوثيقة 3. إذا لدينا الشكل الأول لنفاوية تي قاتلات تي سي تعمل على تدمير خلية زرع أجنبي مخالف وراثيا. توضيح ذلك في الشكل باء كما نلاحظ. إذا عملية تعرف لنفاوية تي سي تي القاتلة على الخلية خلية الزرع في هذه الحالة، ماذا يحدث كما تلاحظون؟ لدينا هنا حويصلات بطبيعة الحال بداخلها جزيئات البرفورين وأنزيم الكرانزيم. في هذه الحالة ربما كما نلاحظ بطبيعة الحال بفضل البيرفورين يتم أو تتشكل قنوات بروتينية على غشاء سيتوبلازم للخلية الزرع، ثم عبر هذه القنوات البروتينية يتسرب أنزيم الكرانزيم الذي يعمل على تدمير الـ ADN خلية الزرع، وبالتالي يعمل على تدمير الخلية. السؤال أو قبل ذلك للتوضيح فقط أعتذر، السؤال باستثمار معطيات الوثيقة رقم 3 بين كيفية تدخل لنفاوية تي سي في تدمير خلايا النسيج المزروع المخالف وراثيا. إذن في هذه الحالة آلية تدمير بطبيعة الحال تي سي لخلايا النسيج المزروع المخالف وراثيا، فيما يخص المرحلة الأولى تتعرف لنفاوية تي سي على خلية الزرع الأجنبي المخالف وراثيا مع إفراز محتوى الحويصلات البيرفورين والكرانزيم. المرحلة الثانية بلمرة جزيئات البيرفورين وتشكل قنوات بروتينية على مستوى الغشاء السيتوبلازمي لخلية النسيج المزروع، وبطبيعة الحال المرحلة الثالثة دخول الكرانزيم وهو عبارة عن أنزيم إلى خلية الطعم عبر قنوات بيرفورين والذي يعمل على تدمير الـ ADN مما يؤدي إلى موت الخلية الأجنبية. شكرا على انتباهكم وإلى موضوع آخر إن شاء الله.